وبالعودة إلى ملف كورونا، دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد المواطنين الذين يخرجون أسبوعيا في إطار الحراك الشعبي إلى توخي الحذر، لأن الأمر يتعلق بصحتهم وحياتهم. أريد أن أقول لإخواني وأخواتي في الحراك أننا لسنا هنا نبحث عن الاستعمال السياسي مثل ما يقوم به البعض، ولكن أقول لهم عليهم أن يكونوا حذرين، لأن الأمر يتعلق بصحتكم وحياتكم، وأناشدكم توخي الحذر واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة. بإمكانكم الخروج مثل ما تريدون، ولكن خذوا احتياطاتكم لعدم المساس بصحتكم وصحة الجيران والأمهات والآباء وتجنيب تعريضهم للخطر.